رجعنا للفقرة الأكثر تحدي ومتعة وإثارة ومشاهدة، تحدي الكبار. شارك معنا في هاشتاغ غازي الذيابي بالتويتر وتوقع الفريق الفايز، وراح يحصل شخصين من المشاركين في الهاشتاغ، كل واحد على 500 ريال تتحول له بشكل فوري. عندنا الفريق الأول أبو بنت الديرة وابن تغيليب. توقعاتكم إيش؟ إن شاء الله الفوز، ولا لا مقبرة جماعية. الفريق اللي فايز راح يحصل على 2000 ريال كل واحد 1000. الفريق شد حيلك، ما نطلع مننا الا بال2000 دن مين او مهزومين. ما تروحون شبر ان شاء الله هالشاء. ما سبك استري. الفريق الثاني با خطيب والكحلي، الفريق الثالث مخلد والشخصية هنا. فكرة التحدي عندنا 3 جولات، كل جولة راح نسأل فريق سؤال واحد. السؤال تقدر تطلب خيارات، في حال انك جواب تاخذ 5 من 10، وتقدر تجاوب بشكل مباشر تاخذ 10 من 10. من ضمن الثلاث جولات بإمكانك تطلب السؤال اللي أقل مستوى بس بدون اختيارات. جاهزين يا شباب؟ إيه جاهزين يا غازي، بس عندي سؤال. وش هو؟ أكن هذا والشهادة. وش قصدك أنت؟ ما قصدي شيء، بس الشهادة إيش تتوقع؟ أنا سمعت إن أخذها ليلي. لا أعود من الشيطان يا رجل. لا يا قربة سمع يا بعد الله. يا اسمع اسمع لا معك جامعة ومعك بكالوريوس وماستر بعد. الشخصية النادرة مخلد، اختاروا من 1 إلى 10. والله عطنا. ولا تبغون السؤال الأقل مستوى؟ خمسة. السؤال يقول: زهرة بنفسجية صحراوية اعتمد لونها في سجاد الاستقبال الملكي مؤخرا، ما هذه الزهرة؟ تبغون خيارات؟ على طول كذا سلمتوا؟ طيب الخيارات تقولكم: الكادي، الخزامة، الشيح. يا ابن اسمه بالكامل محافظ. ها؟ الوقت معكم. الخزامة. متأكدين؟ الخزامة. متأكدين؟ ألف مبروك، 5 رجال. ألف مبروك. ألف مبروك. أطول من حياتي. وش حياتي؟ أغار. مبروك. ايوه انجح، انت ما راح تنجح. خطيب الكحلي، اختاروا من 1 إلى 10. 7. الرقم صعب، اختار 2-1. من اول من نطق بهذا المثل: الان حمي الوطيس. خطيب اقرا صورة الكهف كلها جاوب. استشيرني توقع مو شايف واحد جنبك. خيارات. اديني خيارات. تبغون خيارات؟ بيروح نص الدرجه. خيارات النبي صلى الله عليه وسلم، عنتر بن شداد، المثنى بن حارثه. سرعه، الوقت معكم. اذا النبي. متاكدين؟ ناكد. متاكدين. الف مبروك. بنت غيليب أبو بنت الديرة، اختاروا من 1 إلى 10. من 1 إلى 10. 4. متى يقال هذا الذكر: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك؟ خيارات: في الصباح، بعد الصلاة، قبل النوم. ها؟ قبل النوم. ما يصحى صراحة قبل النوم. متأكدين؟ هذولي موصلين. ما تشغل موسيقى غير عند الكنتير هناك. قبل النوم. متأكدين؟ نعم. بعد ما غلقنا الجولة الأولى 5 درجات بنت غيليب وبنت الديرة، 5 درجات الكحلي وبا خطيب، 5 درجات الشخصية النادرة ومخلد. ما عليك ابو الربيع، والله ما يغطون شمر الشبر، لا كحليهم ولا بنت غيليبهم ولا ابو بنت الديرة. وش؟ كيف ما اخذ الالف؟ والله ما تاخذ. اطرح الرجال يا ولد. يا
الجولة الثانية اختاروا رقم ولا اختاروا السؤال الأقل مستوى؟ لا رقم. اختاروا ثلاثة. ثلاثة. سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الآداب، ما هي؟ لعبتي. طيب يلا يا الشخصية النادرة. سورة الحجرات. سورة الحجرات. متأكد؟ متأكد. متأكد يا الشخصية النادرة؟ متأكد. ألف مبروك عشرة كاملة. ترى حاقد انهم فازوا والله. راح تجاوب ولا لا بعدها؟ اجاوب. با خطيب والكحلي اختاروا. هات لنا المستوى الاقل يا ابويا. دقيقه، مستوى اقل ليش؟ ده كده في الدرجه. اهدى عندنا من واحد لعشرة. لا انت عنف 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 عنف. اهدى المستوى الاقل. طيب السؤال يقول طبعا بدون اختيارات، من هو الذي يخرج في المطر وما يتبلل شعره؟ ايه هذا السؤال؟ اكيد ها؟ يقول انا. لا دقيقه، مو هذا الجواب. اختاره. ايش اللي يخرج في المطر وما يتبلل شعره؟ يمكن حاط مضوء. اختيارات. ما في خيارات. اختيارات. لا دقيقه، لا توترون لا توترون. يلا الوقت معكم بغلق. الاصلع. الاصلع متاكدين؟ عنده شعر؟ ما الوقت معكم. يلا الله صلع. ألف مبروك عشر درجات. ألف مبروك. بنت غليب وابو بنت الدير اختاروا. تبون السؤال الاقل مستوى ولا تختارون اعداد؟ لا اعداد. واحد. كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة؟ اقول لك شيء يا غازي. يا رجل ذولا من يوم ما خشيت شفته عرفت انه ما راح يفوزوا في الحياة. عشر ريال ما اعطيك. يلا يلا. كم ايش؟ كم سنة عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة؟ خيارات. 20 23 25. يا الله. ها؟ طالع فيني. متأكد؟ 23. متأكد؟ ألف مبروك تستاهلوا. ما يفوز الحين يا وردي. كحلي كحلي. انا ما شفت قطع حمار شبايبك ما شاء الله. ترى بنفسك عندك والله من يشيل كاس الشعير. ايش قلت؟ مدحه مدحه. يا ابن الحلال شيل قريش على ظهرك. بيض الله وجهك. عندك وش؟ بيشيل الشبوك في ساعتين. ايش؟ مدحه مدحه مدحه. كحلي مدحه. ايه بيض الله وجهك. ايوه. الجولة الأخيرة الشخصية النادرة مخلد اختاروا. عندك يا ابو تسعة. تسعة. تسعة يقول من أكبر أبناء الملك عبد العزيز طيب الله ثراه؟ أنا سألت أنت هتجاوب أكيد. هذا من عبد العزيز. ترى بيخصم عليك. ها؟ مالك شغل. يلا. تبي تغنى. اختاروا. إني حافظ هذا الأول وضيع. سرعة سرعة الوقت راح. اختار. خيارات؟ الملك سعود، الملك تركي الأول، الملك فيصل. الوقت معكم. الملك تركي الأول. متأكدين؟ إيه. والله شهادة. أنا كلمتك أنا كلمتك. أنا ما هرجتك أنا. إيش ما هرجتك أنا؟ ويلك يا مغلي يا ولد لا لا يا ولد لا 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 لا. يا مخرج.
ولد وش اسم المثل اللي يقول اذا طقك وش؟ لا طقك الصقر طقك. من هو الصحابي الملقب بصاحب السواد؟ والله اللي ما اعرف. ايش؟ مربي نقلك عشان ما تعرف. زين روحني وراك. ما تعرف. سرع الوقت راح. المسجد وما تعرف. خيارات يقول لك بلال بن رباح، عبد الله بن مسعود، انس بن مالك. انس لا، بلال بن رباح. متاكدين؟ متاكدين. اجابه خاطئه. صح عشان اسود ما عجبك ما عرفت جواب. انا مصدوم دحين دقيقه انا مصدوم. خلاص افهم منك كيف ما عرفت جواب شيء. في واحد يخطأ الخطا معك. يا النظارة النظارة مشوا مشوا مشوا. مخلد والشخصية النادرة مرشحين للفوز 20، با خطيب والكحلي غادروا للأسف الشديد. عسى ما تتعطل إن شاء الله. بإذن الله عمل يا أبو خطيب في الناس الطيبين هذول. الله يديكم العافية. شغل اشتري يا عيال مع أنتم 10. السؤال اللي بيجيكم تجاوبون بشكل مباشر بدون خيارات عشان تعادلون فريق مخلد والشخصية النادرة. يمين بالله لو ما فزت. يمين بالله لو ما فزت. المعلومات راحت. ما ابغى تروح، لا تفوز وبس. يلا اختاروا. سؤال اقل مستوى. اقل مستوى، طيب طيب، هذا بدأ. يعتبر الحمار الوحشي حيوان قديم، ليش؟ لأنه حمار. يعتبر الحمار الوحشي حمار حمار قديم، ليش؟ الذكي اللي بيجاوب والغبي اللي ما راح يجاوب. يعتبر الحمار الوحشي حيوان قديم، ليش؟ حيوان قديم، ليش؟ لأنه وحشي. لأنه وحش. ايش فيه؟ لأنه ايش؟ حيوان الوحشي حيوان قديم. ما بجاوبينها. شو علمنا؟ جاوب. يلا سرع الوقت راح. حمار الوحشي. اسم حمار قديم. أنت السؤال تقوله غلط. عندك مجاب ولا ننهي؟ غلط. يعتبر الحمار الوحشي حيوان قديم لين لونه أبيض وأسود. هاشتاغ غازي الذيابي الثاني على مستوى المملكة بأكثر من 7000 تغريدة، كمان فريق مخلط طالع ترند والشخصية النادرة طالع ترند. أعطيه أعطيه الفلوس يا مخلط. قاعد أعطيك الفلوس. يستاهل والله. مبروك تستاهلون. طيب الآن بنسحب، إذا تبون يوقف قولوا لي وقف. عندي ولا عندك يا خو؟ قف يا غازي قف. تونا بدينا. والله لو دوب بديت قف. ألف مبروك يا زوزو تستاهل. رايق على واحدة مستحقها يدعيني في هالليل. وانزل تحت شوف اللي شاركوا. طيب طيب. يا ما شاء الله الأخلاق. خلاص كذا وقف 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 وقف. خلونا نشوف من هذا اللي فاز. ما شاء الله عليه، هذا كم مسوي؟ عبد الله الشماسي. ألف مبروك تستاهل. يستاهل يستاهل.